البنات مرحبا بكم في القناة. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نحضروا العجين ديال لي ميني بيتزا، واحد العجينة هشيشة وزوينة بزاف، يعني غادي نصاوب واحد الكمية اللي غادي نديروها نحتفظوا بها في المجمد ان شاء الله، يعني بمناسبة قصيرة بالشهر الفضيل باش نوفروا لنا شوية الوقت. غادي نحتاجوا، عندي هنا ثلاثة الكيسان ديال الدقيق الممتاز ديال الحلويات، وعندي كذلك واحد المعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه غادي نضيفها. انا غادي نخدم وغادي نهضر في نفس الوقت. غادي نحتاج كذلك، عندي هنايا ثلاثه ديال المعالق مملوءه كبار ديال الحليب بودره، حليب نيدو، وعندي هنا كذلك واحد نص معلقه كبيره ديال الملحه، وانتم تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا اللي بغيتوا. وغادي نضيف لهم واحد الكاس الا ربع ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، غنضيف عليهم. وغادي نضيف كذلك ثلاثه الكيسان ديال الماء الدافئ، ثلاثه ديال الكؤوس، غادي نخلطو. نصنتها بشويه ديال الزعتر، كيبقى اختياري الا ما بغيتوش ما ديروش. بعد ما خلطتها مزيان كتشوفوا كيف كتجي. دابا غادي نغطيها بهذا البلاستيك الغذائي لمده ديال 15 دقيقة وعاد نرجعو نكملو. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما ضعف لينا الحجم ديال العجين كتجي هي على هذا الشكل، كتكون بحال العجينة ديال الكيك. غادي نضيف لها جوج الكيسان ديال الدقيق ديال الحلويات، جوج الكؤوس مملوءه، وكذلك جوج الكؤوس ديال السميد او الفينو، دقيق الفينو، دقيق القمح الصب حتى هو جوج الكؤوس. كتكون مخوفه يعني لينه. دابا غادي نقطعها، واحد القطع هكا، ندهنها بشويه ديال الدقيق باش نطلقها.
صافي دابا بعد ما طلقتها غادي نشكلها. تقدروا تشكلوها يعني قداش ما بغيتوا. انا غادي اختاريت هذا الحجم المتوسط. هذا الحجم الا بغيتوا تزيدوا ترقوها تزيدوا، الا بغيتوا تخليوها متوسطه على حساب كل واحد. بعد ما طبعتهم البنات هانتوما كتشوفوا تقبتهم بواحد الفورشيط باش ما يتنفخوش ليا، غادي ندخلهم للفران ماشي حتى يطيبوا، غير شدوا راسهم من الفوق ومن التحت شويه صافي وغادي نخرجهم. هانتوما كتشوفوا البنات العجينه بعد ما درنا ليها نص طيبه كيجيو على هذا الشكل، كيبقاو بيضين كيف كتشوفوا راه مفشفشين وغير جربوا هذا العجين راه ناجح 100%. يعني هذا الوصفه انا كنعتمد عليها دائما وتقدروا تحتفظوا بهم في الكونجيلاتور ما كيوقع لهم حتى شي تغيير كيبقاو كيف ما هما، وكنتمنى تجربوهم. كيف كتشوفوا انا احتفظت بهم بهذا الشكل، درتهم في هذا البلاستيك ديال الفريغو، درت كل شويه بوحدو. انا عطاتني هنايا عطاتني 35 حبه، الله يجعل البركه، يعني ملي خصني غادي نزيد مازال. وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه ديال اليوم راه ناجحه 100%، غير تبعوا الخطوات. وكنعاود ناكد على حليب نيدو راه ضروري في الوصفه، يعني هو اللي كيخلي العجينه تبقى هشيشه وكتجي فيها واحد المذاق زوين. وشكرا لكم على المتابعه وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.